تمر سنة على تدمير أثر نينوى، شنو ايش راح نسوي؟ بالتأكيد مقدما نعرف أنه ماكو يعني إيفنت أو نشاط رسمي، يعني إحنا هذا الشيء متعودين عليه، فلازم نبدأ نتحرك. أنا وعلي وياسر سوينا على الفيسبوك أكيد جروب حتى نلتقي به كل يوم. الجروب تنشط، بدأت الأفكار تنضج، وين ساحة التحرير؟ لا مو ساحة التحرير، وين كذا؟ إلى أن اختارينا القصر العباسي اللي له علاقة بالموضوع اللي إحنا جايين عليه، اللي هو التراث والحضارة. هدفين عندنا أساسيين، نذكر العالم الأجمع بأنه شيء يدمر، ونذكر العالم يعني المجتمع بشيء راح يدمر إذا ما انتبهنا عليه، وإذا ما درنا بالنا عليه، وإذا ما ثقفنا عليه. اسم الحملة تراثنا هويتنا، نظمناها مجموعة من الشباب مثل ما تشوفون، أصدقاء كلهم جروب واحد. اسم الحملة سميناه تراثنا هويتنا. هاي الحملة يعني توعية للشباب، وأكو ناس تريد تستقبل هذا الموضوع لنوصل فكرة وصورة لجميع الشعب العراقي، كأنما يعني صورة مصغرة لننقلها للناس. وذكراك في ثمين وحبك وسط القلبين سيزوله. هناك خصوصية كبيرة للإرث الحضاري والإرث التاريخي في مسوبوتاميا، في بلاد ما بين النهرين. ما حدث في نينوى فيه تحدي كبير لأوجه متعددة للإنسانية، أوجه علمية وأوجه تتعلق بحتى سبب وجود الخليقة وموقعها. أنا هدفي هو الوعي والإدراك المجتمعي، والوعي والإدراك الإنساني، والارتقاء بالوعي الجماعي وليس الجمعي. الهدف أنه هي فعالية تضامنية ضد تدمير التراث اللي صار، وبنفس الوقت الهدف منها أنه إحنا دنواجه تدمير التراث بإحياء التراث.